الآن إلى شبكة مراسلينا، والبداية ستكون اليوم من دهوك، حيث ينضم إلينا الزميل غسان خضر ليحدثنا عن الموقف الوبائي العام في المحافظة. غسان، أهلا ومرحبا بك، لك الكلمة، تفضل. نعم، كان هناك تخوف أن تسجل محافظة دهوك الليلة الماضية إصابات كثيرة بفيروس كورونا، ولكن ذلك لم يحصل. القصة في ذلك أن النزيل في مستشفى آزادي العام في محافظة دهوك كان مصابا بفيروس كورونا. هو يعني مريض مصاب بمرض عضال ولكنه يرقد في المستشفى. اكتشف بطريق الصدفة أنه مصاب بفيروس كورونا. على إثر ذلك أغلق الطابق الرابع بأكمله وأجريت فحوصات لكل الأشخاص الملامسين. كان هناك ترقب وخوف في الليلة الماضية أو في اليوم الماضي توقع أن تسجل إصابات، ولكن لم تسجل إلا 3 إصابات. هذه الإصابات 3 المسجلة هي ليست على علاقة بهذا المريض، ولكن إصابات متفرقة في المحافظة هنا وهناك لأشخاص ملامسين لحالات سابقة. بالأمس سجلت 3 إصابات في محافظة دهوك، ولكن في المقابل تم تسجيل 11 حالة شفاء. يعني ارتفاع حالات الشفاء وانخفاض الإصابات يبقي فرضية استقرار الفيروس، يعني يبقيها قائمة. منذ أسبوع تقريبا نحن نطرح فرضية أن فيروس كورونا في دهوك يعني يعيش حالة من الاستقرار، لأن الإصابات المسجلة هي إصابات قليلة وأرقام قليلة لم تبلغ. يعني أكثر شيء هي 5 إصابات سجلت أول أمس، بالأمس 3 إصابات، وبالتالي يعني الإصابات قليلة رغم إجراء المزيد من الفحوصات. عدد الفحوصات اليومية هو بين 500 و600، ولكن الإصابات هي لم تتجاوز 5 إصابات حتى أول أمس، كانت 5 ولكن بالأمس كانت 3. إلى الآن إجمالي الإصابات في محافظة دهوك لم يصل 200 إصابة، ولكن حالات الشفاء تقترب من 160 حالة شفاء. نعم، من دهوك غسان خضر، شكرا جزيلا لك. ومن